اتش دي الإخوة والأخوات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، تعلمون ويعلم الجميع أن نقابتكم قد استنفذت السبل في سبيل المطالبة بحقوقكم وإصلاح ما إمكان إصلاحه من أحوال الجامعة التي عبثت بها يد من يحملون المسؤولية ولا يشعرون بها. فأصدرت النقابة المذكرات تلو المذكرات والبيانات تلو البيانات، ولكن للأسف لم تجد أي تجاوب من قبل قيادة الجامعة، بل أن غول الفساد أخذ يتمدد حتى طال كل مرفق في الجامعة، ما جعل حقوق الأفراد والمؤسسة تضيع معا. وبعد أن تم التواصل مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والمجتمع ككل من أجل تحقيق المطالب المشروعة الخاصة بكم والمؤسسة، اتخذت النقابة قرار التصعيد لتحقيق المطالب والنقابة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جامعتنا المنكوبة، والتي تقع مسؤولية انتشالها من المستنقع الذي تم إغراقها فيه على يد أبنائها بالمقام الأول. نحن منذ 4 سنوات نعاني من عدم تسوية أوضاعنا بعد أن عاد جميع الزملاء من مواطن أو بلدان الابتعاث، وإلى اليوم يعمل الزملاء في راتب أقله 40,000 ريال. منذ 4 سنوات نؤدي كامل واجباتنا التدريسية في الجامعة والمهام المكلة إلينا، وسبق وأصدرت وزارة المالية أو المختصين بشكل دقيق بوزارة المالية مقترح بتسوية أوضاعنا أسوة بزملائنا في جامعة عدن وحضرموت، إلا أن نائب وزير المالية الدكتور سالم بن بوريك أبى ألا يسوي أوضاعنا أسوة بزملائنا. فمنذ نوفمبر 2011 فمنذ نوفمبر 2018 في اليوم الذي صدر فيه المقترح من مختصي المالية، إلى اليوم لم يبت فيها نائب وزير المالية، رغم المراجعات التي تمت من رئيس الجامعة، من نائب رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس الجامعة، برضو الأمين العام، هذو كلها مراجعوا، ونحن أنفسنا راجعنا. التعنت هذا تفسيره ربما لدى وزارة المالية، هذا أعتقد واضحة. نحن نصفه أنا لا أريد أن أعمق الشرخ الاجتماعي في المجتمع اليمني فوق ما تعمقه أكثر، لكنه واضحة. لا أريد أن أقول عنصرية، لأن أريد أن أقول مسؤول ينبغي من الجهات المسؤولة ممثلة برئاسة الوزراء ممثلة برئاسة الجمهورية، إحنا وصلنا واستخرجنا مذكرة من مكتب رئاسة الجمهورية من الدكتور عبد الله عليمي، ولوزارة المالية لتنفيذ والتوجيه من الدكتور عبد الله العليمي لتنفيذ تسوية جامعة تعز أسوة بزملائهم في المناطق المحررة، إلا أن الدكتور سالم بن بوريك أيضا أبى أن يبت مستمرا في عدم البت في تسوية أوضاعنا، ولا أدري لماذا. هذا التفسير ينبغي إذا كان في برنامج المساء اليمني تم عمل حلقة بهذا الخصوص، إلا أنهم رفضوا أن يظهروا في البرنامج، رغم أننا عرضنا في البرنامج الوثائق، أنكروا أن هناك لجامعة تعز قضية في وزارة المالية اسم التسوية، أنكروها تماما، رغم أنه عرضنا عليهم المقترحات من وزارة المالية والتوقيع حقهم وكل هذا. ماذا نريد أن نقول؟ أنا لا أريد أن أقول في ظل الوضع الذي يعيش الوطن مصطلحات أخرى تزيد تعمق الشرخ الاجتماعي في هذا الوطن فقط لا غير، وإلا المسألة واضحة، والناس هم قادرين من خلال ما أقوله الآن من كلام قادرين يحلوا، لا يحتاج الكلام إلى تحليل. طبعا إحنا هنا من أجل المطالبة بتسوياتنا وإصلاح شامل للجامعة. طبعا عملية التسويات من وجهة نظري أشوف لها بعدين، طبعا هي بالأساس يعني هي بعد سياسي، مثلا إحنا نطالب بأموال يعني بحقوقنا المالية بعدن، من وجهة نظري رافضة هذا الشيء بسبب سياسي من أجل الناس اللي بالخارج اللي يدرسوا واللي جايين لما يشوفوا زملائهم من قبلهم لهم عدة سنوات ولحد الآن ما تسوتش أوضاعهم، فبالتالي بيضطروا لعدم العودة. وبالمقابل لما كنا بالخارج وناس كثير يلاقوا عقود عمل من الإمارات وكذلك من السعودية، طبعا العملية هذه عملية تهجير للعقول. طيب ليش لما تكون النخبة واللي درسوا واللي جايبين معهم أفكار وأحلام لبناء المستقبل خلاص ما بيرجعوش، فبالتالي اللي باقيين هنا كمان بين إيش الرجاء والأمل، وأغلبهم صاروا لمرحلة إيش إحباط. طبعا اللي هنا مش راضيين، السؤال هل هم من ضمن الموسوعة يعني المجموعة الكبيرة اللي تعمل على التدمير الشامل لليمن، ولا هم يعني مثلا ناس يعني مغيبين فاقدين الوعي؟ طيب إن كانت بالأول هم تعتبر خيانة، احنا ما نشتيهمش ولازم القضاء يحاكمهم، وإن كانوا ناس مغيبين ما فيش معهم عقول وتعبانين نفسيا فبالتالي هم يحتاجوا إيش للتغيير، ونجيب ناس عندهم قدرة إنهم يمسكوا الجامعة ودوا للناس حقوقهم. طبعا الناس شوفوا اللي هنا كلهم ممكن يعيشوا على الفقر وممكن ما تسواش وضعهم لو كان أصلا ما فيش فلوس، كلهم مستعدين، لكن في إيرادات في فلوس في دخل حقيقي
طيب هذا فين يروح؟ ليش يروح لناس معينين؟ طيب حتى لو مريت على قاعات الجامعة السبورات مكسرة، الأبواب مخلعة، طيب ليش؟ طيب ليش تسجل نفقة خاصة؟ حتى الناس النفقة الخاصة ما يدرسوش، ما لهمش كادر، طيب فين تروح الفلوس هذه؟ طيب في ناس كثير أو لا أصحاب التسويات وحاجات كثير. طيب إحنا إيش طلبنا؟ طلبنا راتب. حتى المرة الأولى كانوا يقايضونا نسحب من حقكم الراتب بدل السكن، يعني في إمكانية. يعني إيش كمان؟ كل خنصرة، كل عملية إيش سرق ونهب واضح. خرجنا للمطالبة بتسويات مرتباتنا لنا منذ 4 سنوات، ونحن نستلم الفتات من وزارة المالية. عدنا من بلاد الدراسة منذ أكثر من 4 سنوات، ولا زالت رواتبنا بدون تنفيذ تسويات المرتبات، ولا زالت الجامعة لا تتابع تسويات مرتباتنا، فبالتالي ضعنا بين وزارة المالية وبين الجامعة. وزارة المالية تماطلنا بالرغم من أن معاملتنا لديها منذ أكثر ما يقارب عام، ولكنها لم تتجاوب وتتعذر وتتحقق بأن معاملتنا ليست عندها، مع العلم أن هناك توقيعات منهم بخصوص ذلك على تسوية معاملتنا. الرسالة التي نوجهها أولا لحكومة الشرعية، للرئيس عبد الربه منصور هادي، لرئيس الوزراء، للدكتور معين عبد الملك، زملاؤك في جامعة تعز بدون تسويات منذ 4 سنوات يكدحون في الميدان، أقاموا جامعة تعز على أقدامها واستوت على سوقها، وما يزالون لا يجدون قيمة العلاج لأولادهم ولا قيمة الحياة الكريمة. تكاليف الحياة باهظة في مدينة تعز وأنتم تعلمون. الرسالة الثانية أوجهها إلى رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي، وإلى النواب الأكاديميين، وإلى نائب رئيس الجامعة بالتحديد. نقول لهم إذا كانت وزارة المالية قد منعت تسوية أوضاع هيئة أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز، فبإمكانكم أن تجدوا العديد من الحلول. هناك النفقة وهناك النفق الموازي، هناك عدد من الإيرادات التي تتحصلها الجامعة من الدكاترة الموجودين خارج اليمن. هؤلاء هم أولى الناس بهذه المستحقات وبهذه الإيرادات، هؤلاء هم من يعلمون الطلاب، هؤلاء هم من يجعلون أرقى مؤسسة تعليمية داخل مدينة تعز قائمة وفي ظل هذه الحرب الغاشمة، ومع ذلك ما زالوا يناشدون منذ أكثر من 4 سنوات. هذه مسؤولية وهذه أمانة لرئيس الجمهورية، ولنائب رئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، ولوزارة المالية، ولجامعة تعز. المشكلة هي قضية سوء إدارة من القمة إلى القاعدة، تمام؟ لو كان وزارة المالية يعلمون إنه صرف تسوياتنا ستوفر إيرادات كبيرة بالدولار وبالريال لصالح الدولة. الآن في كثير من زملائنا بالطب بالهندسة مش راضين يرجعوا يشتغلوا بدول أخرى، مش راضين يرجعوا، يقول لك إذا كان زملائنا ما سووش أوضاعهم. أيضا اللي هم موفدين مش راضين يخلص دراسته، لأنه يقول لك أنا برجع اليمن أموت جوع، تمام؟ هذا جانب. أيضا الجانب الآخر، الموازي والنفقة الخاصة أصبحت الجامعات عبارة عن بيع شهائد، لأنه بدل من أن يعطوا للأساتذة لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين حقوقهم، أصبحوا يستقطبوا موظفين ومدرسين من المدارس الثانوية ومن خارج الجامعة غير مؤهلين، ويجعلوهم يدرسوا طلبة الموازي والنفقة الخاصة لأجل يوفروا تكلفة، وهم وهذا يؤدي إلى ضعف كفاءة التعليم، يؤدي إلى ضعف كفاءة التعليم إلى أدنى الحدود، خاصة الطب والتربية والهندسة، هذه كلها تؤدي إلى تدمير كبير للبنية الفكرية. كيف سنطور التعليم إذا كنا نفرغ أعضاء التدريس المؤهلين ونستخدم مدرسين من المدارس الثانوية ومن خارج الجامعة؟ أيضا الجانب الاقتصادي يدمر، لأن الجانب الاقتصادي مبني على التعليم، تمام؟ وأنا خبير في التخطيط والموازنات، فموازنة البنود هذه ما زالت تهدر كثير من الموارد. نحن ضد إيقاف العملية التعليمية، لكن إذا لم نجد بد منها فآخر العلاج الكي. بالنسبة لأبنائنا طلاب النفقة الخاصة والموازي، نحن أمام خيارين: إما أن تقوم الجامعة بتطبيق القانون حول مجانية التعليم، أو أن نعلم على أي أساس تم إنشاء النفقة الخاصة. هل تم إنشائها حتى يكون أعضاء التدريس جمال معاصر لأجل أناس يأكلون العصارة؟
هذا ما ترفضه نقابة أعضاء هيئة التدريس ويرفضه أعضاء هيئة التدريس بالمجمل. يجب أن يتم ترشيد النفقة الخاصة. نحن خاصة الجامعة تمت لأجل مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة، فنطمن أبنائنا الطلاب أننا لن نتخذ قرار إيقاف العملية التعليمية إلا إذا أغلقت السبل أمامنا، فسيكون آخر علاج هو الكي.